تعتبر قلعة نزوة ذات البرج المستدير الهائل من أشهر المعالم التاريخية، وقد بنيت عام 1668 ميلادية، واستغرق بناؤها 12 عاما، حيث بناها الإمام سلطان بن سيف اليعربي. إن برج قلعة نزوة يرتفع إلى 112 قدما، ويصل قطره إلى 150 قدما، والبرج قوي ومنيع، ويخترقه ممر ضيق يبدأ من باب في القاعدة ويلتوي مرتفعا عبر سلسلة من الأبواب المحروسة جيدا حتى ينتهي إلى الساحة العلوية في قمة القلعة. هذا المدفع التاريخي القديم منقوش عليه تاريخ يعود إلى عام 1670 ميلادية، وما زالت بقايا كرات الحديد والبارود القديم قائمة شاهدة على هذا التاريخ القديم. لقد اهتمت حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على العناية بالآثار التاريخية وحمايتها وصيانتها، وقد نفذت وزارة التراث القومي والثقافة تنفيذا لتوجيهات جلالة سلطان البلاد المعظم خطة لترميم القلاع والحصون التاريخية في البلاد. وهكذا كان ترميم قلعة نزوة التاريخية حفاظا على هذا الأثر التاريخي القديم وشاهدا عبر الأجيال على تاريخ عمان العريق.